جيسيكا، اهلا وسهلا فيك جيسيكا. اليوم الجمعه دائما بنلتقي بفانغ شوي. اليوم رح نحكي عن تاثير الالوان او استعمال الالوان بالمكان المناسب وعلاقه اللون بالشخصيه. كنا حكينا بالاسبوع الماضي عن العلاجات الثمانيه وقلنا انه اللون هو علاج من هالعلاجات. قديش الالوان اليوم لها علاقه بشخصيتنا بدايه؟ بداية أكيد كتير اللون له تأثير كتير مهم بالشخصية وبالمكان، وحتى اندماجك أنت بهالمكان. إذا أنت فيك تحسي حالك مرتاحة، إن كان بشغلك، إن كان بمكتب، إن كان حتى للتلاميذ المدرسة، بنصح للأهل ما يحطوا لهم ألوان نارية كتير. إذا بدهم إياهم يضلهم ساعتين عم يشتغلوا ويدرسوا بكل تركيز، أهم شيء يكون وراهم في حيط. لانه ما نحكي عن هذا الكونسبت هو الحمايه والريد بيرد، رح نحكي عنهم اكثر بالحلقه القادمه. هذا عامل مثل الحمايه بيقولوا لك الصينيه، بضل الشخص مركز خصوصا التلميذ بالمدرسه. نعم. لازم تحطي له مثلا مكتب او طاوله، حي على الطاوله بس يكون وراه في حيط. نعم. مش يكون بمحل في وراء حيط بوجهه، حيط بوجهه، او بيكون في وراء بواب عم تتفتح وتتسكر. بطل يركز يعني. بطل يركز. وفي الوان معينه رح نحكي عنها. نعم، نحن بنعرف هالشيء، يعني الاولاد ما بتقعد تركز طبعا. مزبوط. اذا كان في باب عم يفتح، باب عم يسكر، بس انه الحيط وراهم مش دائما ممكن تزبط هالامور. بالبيت يعني خاصه اذا في درس، لانه نحن بنعرف بنحط لهم مكتب الدراسه، بلزق الحيط بهيدي الزاويه بالذات حتى يقدروا يدرسوا الاولاد. حتى لا ايام بزاويه، اذا حطيتي لهم كثير بزاويه بصير يحسوا حالهم خلص بدهم يطلعوا من هالطاوله، بده يخلصوا يصفوا، يخلصوا كل شيء. هيك كمان عامل مش منيح، بياثر بطريقه سلبيه، عامل نفسي مش منيح لانه اذا بتحطيهم بزاويه. نعم. طيب خلينا نحكي عن الالوان، قديش الشخصيات يعني لها علاقه بالالوان بدايه؟ ما نحكي عن الالوان. عندنا اذا اخذنا اللون الاحمر، عاده حكينا انه في دراسه عم تنعمل علاقه اللون مع الشخصيه. نعم. حتى في عندك شركات هلا باوروبا مشان تيقيموا الموظفين او تيوصفوا حتى موظفين جداد، من الاسئله اللي بيطرحوا عليهم شو لونك المفضل؟ شو الالوان الموجوده عندنا؟ عندنا اذا شخص مثلا بحب الاحمر، عاده شخص بيكون بحب يكون هو قياده، بحب الليدرشيب، شخص منفتح، شخص بحب الكومبيتيشن، على طول بحب ينافس غيره، بحب يوصل، بحب يتقدم بالمجتمع. نعم. هيدا اذا الشخص بحب اللون الأحمر. مش هيدا اللون الاحمر هيك بيعني. لا، رح نحكي يعني عن انا فيني البس احمر مثلا وبكون قياديه، بس لا. اذا بحب اللون الاحمر مفضل، هيدا مفضل. نعم، هيدا اللون المفضل بيكون هيك. نعم. عادة قرروا الوانكم من هلا. ما تنطروا شو عم تحكي جيسيكا، تصيروا كلهم يحبوا الاحمر هلا. نعم، انتبهوا مشان وظيفتك كثير حلوه كمان. نعم. عندنا الماجنتا. نعم. بطريقه يعني ماجنتا عم نحكي هون عن لون الزهر. نعم. توابع لون الزهر الغامق الفوشيا والفاتح، وحتى الفيولي اللون الموف الفاتح كثير. عادة الشخص اللي بحب هول دخلتيهم الماجنتا والفيولي مع بعضهم؟ مضبوط، لأنه هذا بسموه الماجنتا، يعني توابع الزهر من الأفتح للأغبق الفوشيا. نعم. هذا الماجنتا. نعم. عادة بحب الماجنتا بيكون شخص محب، فيه عاطفة كبيرة، بيكون شخص قوي، بيتأثر كثير، يعني حساس كثير، بحب بيتعاون، بحب التعاون كثير مع الأشخاص، بيكون عنده حكمة. شخص هيك بتحسيه رايق وكثير بيقدر ينصحك بالأشياء بتعمليها. إذا أخذنا اللون الفيولي هلا، يعني لون الموف الأفتح يلي بيميل للرمادي كمان، اللون بيميل إذا لاحظتي ليلا والموف الفاتح واللي لا، وحتى اللي بيميل على الرمادي. نعم. هذا كله بالسكشن واحد. عادة بحب هذا اللون بيكون عنده من نفسه، عنده من كرامته، يعني شخص ما بحب حدا يركب عليه، أو وعنده كتير سيلف ريسبكت، بيحترم، عنده احترام لذاته كتير كتير كبير، وعنده من كرامته، أهم شيء عنده إياها من كرامته. نعم. هذا انسان يعني صعب يعيش بالمجتمع. إيه؟ مطرح ما بيكون في كثير ناس وهيك. ايه، عادة إذا لاحظت بحب يعني الانزواء. ايه، انزواء، انديفيدواليست، يعني عادة بميل. انا كثير بعيد عني اللابتوب شاير. ايه، عادة بيكون شخص مثل ما قلتي عنده تندانس ينزوي شوي. اللي بيحب اللون الازرق، توابع الازرق، شخص عادة بيكون نظامي كثير، خلاق، مبدع، بس شخص بينسحب اوام. جبان يعني. جبان. بيكون شوي بطيء وكسول. بس عادة كيف يعني عنده اندفاع وبطيء وكسول؟ هذا تناقض. لا، عم بحكي شو بالأول؟ عم بحكي عنده بطبعه بالأول، بطبعه بينسحب. مبدع، لا مبدع، يعني عنده
خلاق يعني خلاق بأفكار بيقدر يقشع ما ورائيات هذا قصدي بيقشع ما ورائيات بيكون شخص نظامي بس عادة تحت الضغط ضغط أو حتى بال حياته الشخصية عنده ميول ينسحب أوام إذا كانت علاقة مش ناجحة ما بيتحش من الآخر يعني ما بيتحش إذا علاقة مش ناجحة مش جريء مش جريء عنده هيك بتراجع شوي بينسحب مش عارف يعني إذا ما نربط الأزرق بالسماء وبالبحر بتعرف إحنا دائما بنقول هيدا اللون الأكثر لون رومانتيقي بتحسي لأنه حالم بيبقى هيدا الإنسان حالم مش أنا قصدي مبدع يعني حالم كثير بحب يحلم كثير وشخص رايق كول بحب كثير الحياة كمان واللي بحب التركواز كمان نفس الشيء بس بدي زيد شغله انه عادة هذا الشخص شوي بينزوي لانه ما بيخبرك كل شيء كثير رايق اكثر زيادة عن زوم من غيره بيكون رايق بس التركواز والازرق يعني هن كثير قرب لبعضهم اذا بدك يعني فوق دخلت الفيولي او كل المزهر مع بعضه هون فصلتيهم التركواز والازرق فصلتهم لانه عادة العالم بقول لك مثلا ازرق لهون عم بحكي عن ازرق غامق تنقول بلومارين ازرق سماوي بس تركوازي بيميل اكثر اكثر للازرق السماوي اكثر والافتح افتح نعم لانه هيداك الازرق الغامق في يكون ازرق غامق في يكون ازرق معتدل بين الاثنين شو بيكون اللون التركواز؟ عادة شخص نفس الشيء حالم كمان بس له بينزوي بحب ينزوي لانه ما بيخبر كل شيء كثير رايق اكثر من الاشخاص الثانيين بيكون يلي بحب الاخضر ننتقل للاخضر هلا اذا لاحظت في فراغ هون ابيض ابيض عاده اللون الابيض ما عاده لانه لون فيك تخلطيه مع غير الوان بيكون لون باز مش هيك ما اخذناه باعتبار انه هو اسم الجوكر كيف ما كان يصير يركب مش هيك جوكر بيركب يعني صار عنده المام بالفانك شوي يا جيسيكا مش هيك ما كثير ركزنا عاده اللون الابيض بيتماشى مع كل الالوان فيك تخلطيها وبيقدر ينتقل لغير لون ثاني يعني اذا اخذناها شخصي كشخصيه يعني شخص بيتماشى مع غيره متوازن مع غيره ما عنده مشكله اذا اخذنا لون الاخضر وتوابع الاخضر يعني عندك الزيتي الاخضر الغامق والاخضر الفاتح عاده شخص بيحب الاخضر شخص كثير بيفكر قبل ما يحكي حتى اذا بده ياخذ قرارات او يقول كلمه اذا كان شخص بيطلع على الاعلام كثير بيطلع على التلفزيون بيفكر كثير اهم شيء بيفكر قبل ما يحكي كثير بحلل شخص محلل عاده بيكون متوازن هذا الشخص بيقولوا له انا كذاب بس عاده يعني بدنا نكون حذرين معه جيسيكا عم نحكي عن لون الاخضر طبعا وكل الاخضر من الفستق الى الاخضر والزيت بتكون حكماوي كثير نعم. متعادل نعم متفهم كثير ننتقل للون الاصفر اصفر يعني عندك الافتح بس الاصفر يعني الماستر بيقولوا مطارجي يعني لون مطارد عندك الاصفر الفاتح والاغمق شوي نعم عاده اللي بحب اللون المفضل له اللون الاصفر شخص بيكون بحب يتحمل مسؤوليات كثير بحب هو اتشيفر بحب يحقق كثير بحب يوصل بس الشغله اللي مش منيحه فيه انه بحب يكون مسيطر لاقصى درجه بيسيطر رايه بيفرض رايه على الكل يعني بحب يكون مسيطر كثير بس عاده شخص بيكون مثقف بحب يطالع بحب يتقدم بالحياه بحب كثير يتحمل مسؤوليات حتى يمكن اكثر مما بيقدر يتحمله ننتقل للون الاورانج عادة اللون بحب اللون الاورانج بيكون شخص اجتماعي كثير بحب الحياة بس الشغلة اللي مش منيحة فيه انه متهور كثير بتصرفاته هلا ما قلت شي حسنات بس انه شو؟ الحسنات مثل ما قلت اجتماعي كثير بحب الحياة نعم بحب يبرهن كثير بحب يستنتج بس الشخص الشغلة مش ايجابية فيه انه هو كثير متهور بتصرفاته ايام كثير بتسرع بتصرفاته يعني انسان حماسي لانه كثرة حماسه ايام بتهور بتسرع بتصرفات حتى يمكن بيجع بيندم عليها بعدين بس الشغله كمان اللي مش منيحه فيه كمان انه شوي عاده يمكن بيفرض رايه على الكل لانه كثره ثقته بحاله يمكن بيفرض حاله بس عاده شخص بيكون بحب كثير الحياه بكثير حماسه وكثير اجتماعي نعم على كل حال هودي هن الالوان اللي بحبوا هلا